Thank you.
ابدأ ونشرها في الدرج في السلسلة في الأول نبدأ بالشجرة نبدأ بالسعب تشوف تحسب عليه البعض هذا السلسلة السماء في الخياطة للإشارة يجب أن نكون نهاية السلسلة نهاية السلسلة أقل من أقل تكون السلسلة عند المرأة ثم تأكل لها تكون رأسها مدوش
بالنسبة لتكريش نقوم بالعملية التي سوف ترون الآن إن شاء الله. سأعمل إبرة، أنا سأستعمل إبرة طويلة، يمكنكم استعمال فقط إبرة عادية لا مشكلة. بالنسبة للبودانة، البودانة أو البونجة اللي غادي نخشيو إن شاء الله هنايا فيها 20 سنتيم، 20 سنتيم فيها في الدائرة ديالها. حنا ما نديروش ونصف 20 سنتيم كما كنعرفو، هذه هي الدائرة، هي باش تفهمو نصف 20 سنتيم هي 10. حنا ما نكرشو 10، لكن حنا ما نكرشوش 10. لماذا؟ باش هاد البونج قابل للضغط عليه، وبالتالي عندما نقوم ب10 يقدر يكون شوية مفخفخ، لذلك يستحسن أن نقوم فقط ب9 و9 ونصف هكذا. سوف نعبر 9 ونصف هكذا. الخيط الذي يكون تحت السنتيلة يجب أن نقوم بوضعه الوسط، ونبدأ من القرب هكذا في الوسط 9 ونصف أو 9، لا يهم 9 ونصف. انظروا ماذا سأفعل، سأقوم بقرص الخيط، بقرص التو. للأسف الإبرة لا تساعد لأنها نوعا ما كبيرة، نستعمل الإبرة الصغيرة. لكي لا نستمر في كل مرة نعبر بالمقياس فقط نستعمل الإبرة هكذا. الإبرة هي 9 ونصف هكذا، نمر تقريبا 9 ونصف هكذا، ثم 9 ونصف هكذا. نستمر في نستمر في الدورة ديال التوب كاملة هكذا. تقريبا كذا، نلاحظ المسافة التي تبقت لنا عندما نصل إلى الخيط الآخر. نحاول تقسيمها، لا يجب أن نستعمل 9 ونصف نفسها. 9 ونصف هنا لا بد أن تكون 9 ونصف، لكن بالنسبة للتباعد بينهما في الطول يمكننا تقسيمها هنا، يمكننا أن نقوم بأخرى هنا وأخرى هنا. إذا 9 ونصف هنا أيضا، وأخيرا 9 ونصف. نحاول تقسيمها ما بين الخيط الأول والأخير هنا وهنا، إذا في النصف هنا تقسيمها. انتهينا من التطوير، الآن ما علينا هو سحب الخيط بالطريقة التي سوف ترونها الآن إن شاء الله. هذا هو الخيط، رأس الخيط، وهذا الآخر. انظروا كيف سأفعل، أمسك الخيطين معا هكذا، أخذ الرأس، رأس الخيط الذي هو محرر هكذا عكس الآخر، بعد أن أمسكت بهما ثم أحول إدارته من هنا. انظروا من هنا هكذا، فقط الأمر سهل هكذا.
يحول إدارته من هنا المرة الأولى ثم المرة الثانية، ولماذا لا المرة الثالثة أيضا؟ أسحبه إلى الفوق ثم أضغط بالسبع السبابة هكذا ليدخل الثوب في مكانه، ثم أسحب هكذا. في نفس الوقت أسحب وأعدل هكذا ثم هكذا هكذا. انظروا كيف أفعل هكذا، الأمر ليس صعب. هكذا الخيط هكذا ثم هكذا، أخذ الخيط الآخر وكأني أثنيهما هكذا. ثم أقطع بالمقص هكذا، أقطع بالمقص بعد أن قطعت يظهر لنا الخيط هكذا.